حروف صاعدة وحروف نازلة. طيب إذا بغيت تكتب بالخط بالقلم العريض، القلم اللي هو العريض المشطوف، فإنك لابد تحط عندك على زاوية 90، على زاوية 90 تكون عندك القلم بالشكل هذا. شوف هذا قلم، ارجع أحسن لك والله أطلعك من برا. شوف هذا القلم الآن، هذا القلم الآن زاوية 90، شوف زاوية 90، هذه زاوية 90 صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ وهذه زاوية 0، هذه زاوية كم؟ 45، هذه زاوية 45. من هنا نبدأ الكتابة، من هنا نبدأ الكتابة، كذا يسمى قط القلم. الآن بعطيكم الطريقة وشون يكتب. الآن لو جينا وحطينا بالشكل هذا، هذا الألف، هذا حرف الراء، هذا حرف الباء، هذه كلها جت إيش؟ بدأت من إيش؟ من زاوية 45، زاوية 45. الآن لو جينا وحطينا مثلا من الزاوية هذه 45 حطينا حرف الحاء، هذه كم زاوية؟ هذه هي، شفتها؟ هذا هو صفر. بعدين تنزل يجي بقط القلم صح؟ الآن خفيف صح ولا لا؟ يعترض الآن يصير عريض صح؟ يعترض ولا ما اعترض؟ ما اعترض. حرف الحاء هو الحرف اللي ايش؟ يجي على كل الزوايا. أنا الآن القلم ما تغير، ما قعد تفرر القلم، ما قعد تفرر القلم، القلم ثابت. من اللي يفتر؟ اليد هي اللي تفتر، أما القلم ثابت. شوف بعض الناس إذا بدي أكتب بدي يميل يمين ويسار، هذا خطأ. لا، اكتب ثبات القلم، يدي القلم ثابت، شوف ما تغير صح ولا لا؟ زاوية واحدة القلم اللي تغير وين؟ انحراف اليد، انحراف اليد هي اللي تتغير. ناخذ الحروف على السريع، ناخذ الحروف على السريع، نبداها بالحرف الالف. حرف الالف اول ما نبدا بناخذ الميزان، ميزان الحروف. وش ميزان الحروف؟ طبعا عشان نرجع نقول لكم هذولي بعض الحروف، بعض الاشياء، مثال هذه حبر من الحبار، هذه هو هذا الحبر ايش الذهبي، هذا الحبر، هذا الحبر الذهبي، انا حطيت عليه علامه فوق عشان اعرف ان هذا الحبر الذهبي. كل حبر عندي فوق بالغطاء عندي علامه عشان اعرف ان هذا الحبر لون اسود ولا احمر ولا اخضر ولا ازرق. هذه ايش؟ هذه ورقه، هذا ايه، هذا بالحبر الذهبي. ونفس الطريقه هذا واحده ثانيه، هذه العام الماضي او اللي قبله يمكن، هذا احد الشباب قال ابغى اعايد اهلي في مصر، ما هو مصري وساكن هنا في السعودية، قال أبغى أبعايد أهلي في مصر اكتبها لي، فكتبتها له بالخط المسرع، موجود كتاباتي كلها، لو كتبت الخطات زيد بالتيك توك تطلع لك. هذا كتابك؟ ها؟ أي نعم كتابتي. هذه نفس الطريقة، هذه التكبيرات اللي تكون في الحج أنا حطيتها واكتبها وتنزل دائما. أنتم يمكن مرت عليكم تشوفون يدي بس، اللي تشوف بس ما تشوفون وجهي بالكتاب. هذه إيش الكتابة؟ عليها جائزة الفارسي. ها؟ ايش نوع الكتاب؟ ايش ندرس؟ دروسية انجليزية عربية، دروسية عربية. وش مكتوب؟ ديواني. وش مكتوب؟ واضحة. فحد. فايد. فحد. طفف ربك. في ربك. وخد. عشان نعرف نقرأ، دقيقة، عشان نعرف نقرأ دائما إذا جت اللوحة اللي بالشكل هذا مشبكة مع بعض تقرأها من تحت، تقرأها من تحت. شوف و أ ما أ وأما وأما بنعمة ربك، خلاص قرت وأما بنعمة ربك فحدث. شفت كيف تقرأها من تحت تطلع على فوق، واضح؟ والفحدث سم تكلم، المفروض تعطيني درجات عشان جبت البخور وذا. ابشر نعطيك درجات، اعطوه درجات، جاب البخور لي قبل شوي ونقصوا درجات لانه اخطب قبل شوي باجابه. طيب نكمل الان، نعرف طريقه الحروف، نعرف الان طريقه الحروف، سهله جدا، سهله جدا. انا بعطيكم طريقه اسمها توالد الحروف، توالد الحروف. هذا حرف ايش؟ الف. الف كم اصدقاء الالف؟ واحد. من يزيد؟ 400.
طيب خليني اقول لكم حرف الالف عنده اصدقاء حرف الالف وحرف اللام في البدايه صح ولا لا؟ صح. وعنده الكاف. عنده كذلك الكاف عنده حرف الكاف في النهايه اثنين صح ولا لا؟ اذا حطيت انا هنا باء اذا حطيت جسم الباء صار كاف صح؟ صح. اذا حطيت جسم النون صار لام صح ولا لا؟ اذا حرف واحد الحرف عندنا واحد الالف واحد اصدقاء وكثير اثنين واضح؟ حرف الواو اثنين راء دال وحرف الواو وحرف الواو الان هنا حرف الواو عنق قصير جدا وهنا عنق متوسط العنق اللي هي الرقبه صح؟ وهنا عنق طويل رقم واحد الحين لو اخفيت هذه طلع رقم واحد صح ولا لا؟ وهذه طلع لو اخفيتها طلعت فاصله مقلوبه طيب هذا حرف الواو وهذا حرف الفاء وهذا حرف القاف الراس واحد صح ولا لا؟ صحيح ليش يختلف؟ العنق اختلف العنق اذا زاد العنق طلع عندنا حرف جديد تمام؟ عرفنا اصدقاء الواو عرفنا اصدقاء الالف نعم عندنا اصدقاء الباء نون تاء طيب باقي 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 اصدقاء الباء تاء باقي اصدقاء الباء التاء والنا هذا الباء كم اصدقاء دقيقه بس يا شباب التاء اعطني رقم اعطني رقم خمسه يا ابن خمسه اثنين اربعه اثنين اربعه ثلاث ثلاثه اربعه ثلاث اربعه أربعة تحية زميلنا تحية زميلنا تحية زميلنا هنا قم واقف خل اشوفك كم قال؟ سبعة كم قال؟ سبعة سبعة أحرف من أصدقاء الباء إجابة خاطئة صايب قالها صايب المعنى لا آسف آسف ما سمعتك آسف تحية قوية صايب ما عندنا ضيوف احنا اهل الدار كلهم ما في كلهم اهل الدار حرف الباء عندنا سبعه اصدقاء حرف الباء شوف حرف الباء تاء 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 فاء 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 ناظر تونا كاتبينه واو واو فاء وين واو يا صهيب عنق اخصموا على صهيب نقطه لا لا حرف الباء حرف الكاف الخاء حرف الطاء حرف الساء صاء وحرف الضاء ضاء طاء ضاء باء تاء فاء كاء فاء فاء سبعة أحرف من حرف واحد جسم واحد ضبطنا فيه كم حرف؟ سبع حروف سبعة حرف شفتوا يعني الكاف يصير مشترك مع الألف ومع الباء سلام عليك في بعض الحروف تكون متوالدة مع أكثر من حرف طيب حرف النون لا ببدا من هنا ها عشان افكر حرف النون كم اصدقاء حرف النون اثنين ثلاثه اربعه اربعه خمسه خمسه أربعة. سته انا ما اقول عدوا ورا بعض لا اقول كل واحد يختار ها ثمانيه سبعه سبعه ثلاثه بسرعه 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 واحد واحد ثلاثه سته اثنين ثمانيه اربعه اربعه واحد القاف قوية بس هذا أربعة ثمانية اثنين خمسة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هذا طالع فوقه طالع ما تعرفون أربعة خمسة ثلاثة وش 12 صح ما شاء الله تبارك إجابة خاطئة والله ما داري اللي قال ثمانية تحية لزميلنا أكثر من واحد قال ثمانية نشوف الآن كيف نطلع من الرقم أو من حرف النون نطلع ثمانية أحرف شوف ركز معي اللام الكاف اللام وعندنا حرف السين والشين والصاد والضاد والقاف والفاء والنون والياء والطاء والفاء الفاء الفاء هنا ركز الفاء عند حرف الباء والقاء جسمها كم؟ جسمها شوف خلها قاعده عندك. الباء هذه هي، هذا الفاء وهذه القاف. تمام؟ هذا الصحن وهذا فنجان. ركزوا. خلاص؟ نتفق؟ مسميات. صحن، فنجان.
هذا الصحن والفنجال فوقه. طيب يساعد السؤال. سم. الفنجال هو حرف القاف طب يبدأ بالفاء كيف ما تجي؟ طنجال. الله هذا مثال. ممتاز ملاحظك حلوة فنجال على أحسنت لكن خذوا قاعدة الفاء يعني لو جيت كتبت النون زي كذا أكتب النون زي كذا. لا. حرف يطلع حرف التاء زي كذا. لا. حرف التاء زي كذا ولا حرف زي كذا. هذا جسم النون كيف يحط فوق النقطة ثلاث نقاط. خلي زي الفاء. اي انا اقول صار صار ثاء صار ثاء معوق. العنق صار طويل. لا الثاء بالشكل هذا واضح؟ واضح. ركزوا في عملية اللي هو التركيز على الحرف. اذا عرفت اذا شفت الحرف قدرت تكتبه كتابة صحيحة. طيب حرف حرف عندنا كم حرف قلنا هنا؟ السين والشين والصاد والضاد واللام والقاف والواو اسف والياء والنون. قلناها صح. ثمانية أحرف. ثمانية أحرف. من حرفين طلعنا 15 حرف. هنا سبعة أحرف. هنا ثمانية أحرف. كم دولي؟ 15 حرف. زغلبة مشتركة. خلصنا. يلا مع السلامة. وضحت؟ والله الخط سهل. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول الخط للأمير جمال وللغني كمال وللفقير مال. واضح كيف توزعها علي بن ابي طالب رضي الله عنه؟ توزيعه بالطريقه هذه. انا لو يقول لقيت مثلا غني وخطاط ما تقول ما شاء الله تبارك الرحمن، او امير وخطاط ما تقول ما شاء الله تبارك الرحمن، تقول هذا خلاص اصلا وصل لمنصب اعلى. نفس الطريقه الان لما تشوف مثلا واحد يكتب لوحات ويبيعها. واضح؟ واضح. هذا مو بتكسب زي الخطاطين اللي بالشوارع الان وغيرهم. وضحت؟ هذا للامير كمال وللغني جمال وللفقير مال. واضح؟ ايضا علي بن طالب رضي الله عنه يقول الخط الحسن يزيد الحق وضوحا. الخط الحسن يزيد الحق وضوحا. احفظوها وان شاء الله تعالى تصيرون خطاطين. على فكره قدم دوره للطلاب مره قديمه قبل يمكن 6 سنوات 7 سنوات قدمت، فواحد مسكني قال لي استاذ ودي اتعلم، قدمتها في النادي الادبي. من قبل شوي قبل النادي الادبي هذا أخوه. هذا من ضمن اللي حضر عندنا في النادي الادبي في الرياض. قدمت الدوره، بعد الدوره التدريبيه تعلم، حاول ان يتعلم بعض الحروف، عرف بعض الشغلات، اخذ رقمي قال برسل لك بالواتساب اللي هو ابتعلم. فانا سجلت اسمه خطاط مبتدئ فتعلم. الطالب هذا الان حصل على المركز الاول في أندية الرياض الشتوية وكسب 5000 ريال. ما شاء الله. من إيش؟ استخدم يده. من هم أصدقاء الخطاط؟ القلم. القلم. الحبر. الحبر. الشجر. مع الحبر واحد ثاني. السحر. الرصاص. الريشة. الرصاص. البنفسجي في. من؟ الفصل البنفسجي. اي خلاص احتاج بس يلا تفضل. كم احتاج؟ ممتاز، سؤال جميل رائع بروعة قائله. كم الواحد يقدر يصير خطاط؟ جرب قاعدة 3 × 3 × 3. 3 أسابيع بعدين 3 شهور بعدين 3 سنوات بعدين 13 سنة. 3 أيام 3 أسابيع 3 شهور. 3 اللي هي 3 ساعات. 3 بسم الله الرحمن الرحيم. سلام سلام مره بغى يطيح هو طاح. 3 اللي هي 3 ساعات. واضح؟ 3 ساعات. في 3 في 3 أشهر أيام 3 أسابيع سنوات. لا مو 3 أيام. 3 أيام. كم 3 أسابيع؟ 3 أيام. في ثلاثة أشهر. لو طبقنا الطريقة هذه خلال 3 أشهر 90 يوم تصبح خطاط. لا تستعجل، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. لو أن واحد مزارع ويوميا يسقي الشجر وما شاء الله وطلع عنده الثمر وطلعت ما شاء الله، لكن بعض الثمر إلى الحين إيش أخضر قام قطفها يستفاد؟ لا ما استفاد. طيب التعب اللي تعبه قبل شهرين، فلا تستعجل، لا تقول والله تدربت ومن ايش تبدا تعصب على القلم خلاص ما انا بصير خطاط، صح ولا لا؟ لا، بالممارسه شغلتين، اذا اتقنتها ركز معي في الشغلتين هذولي.
إذا اتقنت الشغلتين دولي الصبر والاستمرار. صبر مفتاح الفرج. الصبر مفتاح الفرج والاستمرار. أي شيء بحياتك، أي شيء بحياتك، لغة إنجليزية، لغة صينية، تدريب على مهارة، رسم، خط، نحت، أي شيء في حياتك تبغى تتقنه بالمهارتين دولي، الصبر والاستمرار. خل صدرك الربع الخالي، أنا أسميها الربع الغالي، صح؟ صح ولا لا؟ صح. تعرفون الربع الغالي؟ إيه. وش هو؟ القلب. الربع الغالي. إيه. القلب. هو الصحراء. لا الصحراء. أكيد تقول أيه؟ الربع الغالي. لكن إحنا نسميه دائما إيش؟ الربع الغالي، لأنه غالي بالمملكة عندنا وغالي بالحين. واضح؟ أستاذ أنا أسمي ذا جبل طويق. يا سلام عليك، أحسن تحية. بطل ما شاء الله. فالصبر والاستمرار تنجح في حياتك كلها في أي شيء مشروع بحياتك تاخذه، واضح؟ نرجع للحروف، الحروف مرتبطة مع الأرقام. عرفنا الآن الحروف، تمام؟ صح. حرف الهاء، حرف الهاء، بداية حرف الهاء بالشكل هذا. كندا. تمام؟ تبي تضبط حرف الهاء سريعاً. تبي تضبط حرف الهاء سريعاً. شوف هذا ايش؟ حاء. فاء وسطية، صح؟ صح. فاء وسطية. طيب لو جيت حطيت عليها رأس الدال، حاء. حاء. صارت حاء، صح ولا لا؟ صح. طيب ها خذوا هذه، يلا هذه حرف ايش؟ حاء. حاء. ميم. 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 منفصلة، آخر كلمة منفصلة، تمام؟ منفصلة. ليش منفصلة؟ لأن قبلها حرف طارد. وش الحروف الطاردة؟ دال. دال. وراء. سلام. كم عددها؟ ستة. ست حروف طاردة. حرف الإيش؟ الألف. الدال. الدال. الراء. الزاء. الواو. هذه حروف طاردة. تسمى حروف طاردة. تطرد اللي بعضها. تشوت اللي إيش؟ قدامها. تشوت إيش؟ اللي بعدها. واضح؟ الآن عندنا حرف الميم. حرف الميم. لو جينا وأضفنا الحرف الميم. اقلبوا جيهكم، اقلبوا رؤوسكم. لا بدون ما اقرب. لا اقلبوا رؤوسكم. لا لا لا. يا سلام عليك يا صهيب. استند يا صهيب. بطل. شوف نظره، ها شوف. اقلب اقلب اقلب. طلع عندنا ايش؟ لام. واضح؟ استاذ قال هو لام. لام. طيب من اول مني انا. اي هي لام مع ميم. لميم. طيب ناخذ معكم، ناخذ معكم الان حرف الهاء. حرف الهاء قبل حرف الهاء، هذا حرف ايش؟ دال. 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 صح ولا لا؟ صح. دال ودال ودال. بس هذا الأب وهذا الابن وهذا الحفيد، صح؟ صح. طيب هذا الدال، هذا الدال الحقيقية، وهذا الدال تطلع إيش؟ الوسطية. ها. ها. وهذا الدال تطلع إيش؟ حاء. طاء. قاء. كاف. كل ما زودت شوي طلع عندنا حرف جديد. إذا أنت ضبطت الرأس، إذا أنت ضبطت ميلان الرأس، فأنت تضبط بقية الحرف، تمام هنا؟ واضح هنا؟ طيب، جسم العين، جسم العين، كثير منا، كثير منا يخطي فيه. العين مأخوذة من وين؟ عين. من العين. اطلع فوق العين شوي. الحاجب. الحاجب الآن، اللي برسم الآن حاجب. هذا ليس حاجب؟ لا. أليس هذا حاجب؟ صح ولا لا؟ صح. الآن هذا الحاجب، هذا الحاجب، تمام؟ هذا الحاجب لو جيت نزلتها هنا بالشكل هذا، ثم جيت نزلت كذا. العين. عين. 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 صح ولا لا؟ حاجب. هذه عين وهذه عين. إذا الحاجب نفسه هو نفسه حرف العين، نفس جسم العين. والغاية صح. الجسم هذا العين، تمام؟ لو جيت حطيت حرف بالشكل هذا وش يطلع؟ حاء. حرف الحاء. إذا أصدقاء، أصدقاء حرف العين كم؟ خمسة. اثنين. ثلاثة. اثنين. خمسة. 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 خمسة قلت. عين، غين، حاء، خاء، جيم، جاء. جاء. صح؟ جاء. خمس حروف. سم تفضل. الحين السابع خط تخصص في الجامعة هو السابع. لا مو بتخصص، الخط موهبة مكتسبة. الخط موهبة مكتسبة. شو خط موهبة مكتسبة؟ علمني. مكتسبة؟ لا من الفطرة. مكتسبة. مكتسبة. يعني أنت تستطيع أنك تتعلمها ولا ما تقدر؟ تقدر. تقدر. طيب أنا بعطيكم يا شباب الآن الشعر، يقدر واحد يتعلمه؟ إلا.
لا اكتب لا ما ينهى. لو جانا واحد استاذ بالجامعة، دكتور بالجامعة، وقرأ مثلا 100 ديوان شعر وحفظ 1000 بيت شعر، يقدر يصير شاعر؟ لا ما يقدر، لأنه هي جينات، هي هذه جينات. لكن نشوف اللي خلف أخفاف الإبل بالصحراء، واللي بالمزارع بين النخيل والقلبان والسواقي، يقصد قصايد وشعر وما شاء الله وأناشيد. نجت هذه جينات، جينات من الداخل وليست مكتسبة. ما درس مدرسة ولا قرأ حرب، لكن هذه تسمى إيه؟ لكن الخط، يقدر الواحد يصير خطاط؟ يقدر يصير خطاط. مع التدرب. يعني لو جينا أنتم الآن عندكم الموهبة بمسك القلم، تمام؟ مسك القلم الصحيح، مسكت القلم، تمام؟ هذه موهبة 10%. طيب مسكت القلم وبدأت تدرب نفسك، هذه موهبة زيادة، كم عندك؟ 20%. أضف عليها 20%، عرفت وطلعت على الحروف كيف تكتب، فعندك إيش؟ 30% زيادة. الآن عندنا 10 و10% و10% و10%، هذه كلها إيش؟ مواهب، صح ولا لا؟ موهبة مسك القلم، موهبة الاطلاع، موهبة الممارسة، موهبة الصبر، موهبة الاستمرار. صار عندنا استمرار، صار عندنا استمرار. الاستمرار هذا وين يروح لنا؟ يروح إن الواحد يبدأ مع كثرة الاستمرار ينطلق في التدريب. ما شاء الله شفنا درسال خطاط ما شاء الله. ورنا شو؟ ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله على الاستمرار. شفتوا شلون؟ قاعد تجرب بس. طلع طاقة سلمية. لا لا شفتوا شلون كاتبة؟ أنت ما تدرون أنتم. هو راسمها كذا بس أنا قلبتها. ما شاء الله عليه. فني يا شباب. 10 مليون. عشان تكون بالصورة، كل إنسان عنده 30% من المهارة. أنا وأنتم والمشرفين والمتابعين، الجميع بالحياة عنده 30% من المهارة، من كل مهارة. مهارة الصوت، مهارة الجري، مهارة لعب الكورة، مهارة الإنشاد، مهارة خلينا نقول الإلقاء، مهارة الخط والرسم، كل شيء بالمهارات الحياة كلنا بالاستثناء الله سبحانه وزع على الإنسان من المهارات.